عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. يتجدد اللقاء، يتجدد الأمل، يتجدد الطموح من أجل غد أفضل، إنه غد التميز. إذن استكمالاً للحصة الأولى التي تناولنا فيها الجانب النظري من منهجية القولة المرفقة بسؤال، في هذه الحصة سنذكر أولاً بأهم لحظات الحصة الأولى، ثم سوف نواصل عملية التطبيق على هذه القولة. إذن القولة تقول: لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبداً. لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبداً. انطلاقاً من اشتغالك على القولة، بيّن ما إذا كانت حرية شخص مستحيلة. حددنا سابقاً في الحصة السابقة، مرحلة الفهم طبعاً في الخطوة الأولى، بأن مجال هذه القولة هو مجال الوضع البشري الذي قلنا يتميز بالتركيب، يتميز بالتعقيد، يتميز بالثنائية التفاعلية إلى غير ذلك. أيضاً هذه القولة يتحدد موضوعها داخل الإطار العام لمفهوم الشخص باعتباره كائناً متميزاً بهوية، بقيمة وبحرية. وبشكل خاص تعالج هذه القولة قضية الحرية بين الإمكان والاستحالة. التساؤل الرئيسي كما رأينا في الحصة السابقة، فقط هنا أذكر، التساؤل الرئيسي كان هو: هل الشخص حر في بناء ذاته أم نتاج لمجموعة من الضرورات؟ هل الشخص حر في بناء ذاته أم نتاج لمجموعة من الضرورات؟ التساؤلات الأساسية التي سنقاربها، قلنا التساؤل الأول هو: ما الشخص؟ ما الحرية؟ ثم ما الضرورة؟ هذا سؤال بني المفاهيمية. سؤال تحليل: هل الضرورات تحد أم تلغي الحرية؟ سؤال الأهمية والحدود هو: لكن إذا كان الشخص غير حر، أفلا يفقد هذا معنى المسؤولية والاختيار والإرادة؟ ثم سؤال مناقشة: إذا افترضنا أن الشخص غير حر، فهل هي حرية مطلقة أم نسبية محدودة؟ وأخيراً سؤال الانفتاح، سؤال الرأي الشخصي: هل الشخص محكوم بوضع قسري أم أنه قادر بإرادته على تجاوز وضعه؟ إذن هذه معطيات سبق وأن رأيناها في الحصة الماضية، هذا مجرد تذكير لكي نربط الماضي بالحاضر من أجل مستقبل أفضل، إنه مستقبل التميز. إذا القولة تقول: لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبداً. الخطوة الأولى في مرحلة التحليل، المفروض أن أحدد المفاهيم. إذا تأملوا معي القولة جيدا: لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبدا. إذا المفاهيم الأساسية، يلا استخرجوا المفاهيم. يبدو أن المفهوم البارز هو مفهوم الشخص، ومفهوم مركزي، مفهوم محوري هنا. ماذا نعني بالشخص؟ ما معنى أن أكون شخصا؟ أكيد أن أكون شخصا أكون متميزا. تعريف شخص كثيرة جدا، لكننا سنقتصر على تعريف من هذه التعريف، هو تعريف بول فولكي في قاموسه الفلسفي. بول فولكي يحدد الشخص كما يلي: يقول الشخص هو ذلك الكائن الواعي بذاته. إذا الشرط الأول هو الوعي بالذات. الشرط الثاني أن تكون سيدا على نفسك، أن تكون سيدا على نفسك، مش الرحلة جديك، أنت السيد على نفسك، أنت لست عبدا لأحد، أنت لست عبدا لأحد، أن تكون مسؤول عن أفعالك، أن تكون مسؤولا عن أفعالك، سواء كانت أفعال إيجابية أو أفعال سلبية. ألا تكون تلك الشخصية للأسف الشديد التي تربينا عليها في المجتمع، للأسف الشديد. من يكون الحاجة مزيانة، أنا اللي درت، أنا نجحت، أنا قريت، أنا فعلت أنا. ومن يكون الحاجة سلبية، داروا لي، خرجوا عليا، تعدوا عليا، بلاوني، ما نعرف شنو إلى غير ذلك. أو قد نتهم للأسف شد نزعة قدرية بالمعنى السلبي، والشي اللي عطى الله، الشي اللي كتاب، الشي اللي كذا إلى غير ذلك. أنت كديري بيديك في نهاية المطاف تبحث أن تعلق شماعة المسؤولية على أحد. أكثر من ذلك، المشكلة الكبيرة تصور كتجي مأخر وكتقول لي ترى نمشي عليا. كيفاش ترى نمشي عليك؟ ترى ما مشاش عليك، راه أنت اللي جيت مأخر. أكثر من ذلك، ولد صغير مثلا، شوفوا القضيه المسؤوليه في الحياه للاسف الشديد. ولد صغير كيكون غادي كيضرب رجله في طابله، كيقول الطابله ضربتني، وتجي ماما شنو المشكل؟ كتعاود تكرس المسؤوليه، كتشد ديك الطابله وكتضرب فيها. علاش
اذا هدري ملي ما كنعلمش المسؤوليه وهو مازال صغير، انت اللي دخلت في الطابله، انت اللي دخلت في الباب، انت اللي جيت مأخر، تحمل المسؤوليه. اذا باش تكون شخص خصك تكون كتحمل المسؤوليه للافعال ديالك سواء كانت ايجابيه او سلبيه. ايضا ان تكون منفتح على اشباهك، ما تكونش منغلق منعزل، منفتح على الغير على اشباهك. ايضا ان تكون مندمج داخل جماعه، هنا لا اقصد جماعه محدده، الجماعه الانسانيه، ما تكونش انسان في واحد العزله معينه ولا انطوائي بشكل معين او الى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بمفهوم الشخص. المفهوم الثاني الموجود طبعا في القوله هو مفهوم الحريه. تعريف الحريه كثيره، ولكن الذي يهمنا هنا هو ان تكون لديك القدره على التصرف. انت حر بمعنى انت لديك القدره على التصرف. ويمكن ان نجمع دلالات مفهوم الحريه في نوعين اساسيين، هناك حريه التقرير، اتخاذ القرار، حريه التقرير، وحريه التنفيذ او الفعل. اذا عندما تتخذ قرارا، انت دابا اتخذت قرار، انا غنبدا راجع من اجل البكالوريا، انا باغي ننجح، اتخذت قرار، خصك تبدا في التنفيذ، دير برنامج وبدا، ماشي تلا غدا والسيمانه الجايه والشهر الجاي والعام الجاي وما نعرف شنو الى. المفهوم الثالث، المفهوم الضمني، هو مفهوم الضروره. هو مفهوم غير مصرح به في النص، ولكن حضوره بشكل ضمني حضور اساسي. المقصود بالضروره هنا حسب سياق القوله هي مجموع الشروط والمحددات سواء كانت نفسيه او اجتماعيه او اخلاقيه او بيولوجيه غريزيه الى غير ذلك، بمعنى ان هذه المحددات، هذه الضرورات هي التي تكبل الشخص لتجعل الحريه او تجعل كل حديث عن الحريه هو مجرد وهم. الحديث عن الحريه هو مجرد وهم لا اقل ولا اكثر. اذا المفاهيم، النقطه الثانيه في المفاهيم اللي خصنا نعرفها هي العلاقات بين المفاهيم. عندي مفهوم الشخص، مفهوم مركزي، ثم مفهوم الحريه ومفهوم الضروره. من خلال القوله ما العلاقه التي تجمع بين الشخص والحريه؟ واش في هذه القوله الشخص حر او لا غير حر؟ لا يوجد شخص حر. اذا علاقه تضاد، علاقه تعارض، الشخص ليس حر حسب منطق القوله. اذا كان غير حر فإنه خاضع للضرورة، خاضع لحتميات معينة. إذا هذه شبكة العلاقات داخل هذه القولة. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي تحديد أطروحة القولة. قلنا سابقا أطروحة القولة لا يجب أن نعيد صياغة القولة حرفيا، بل أن نعيد أو أن نستخرج جواب الفيلسوف لكن بأسلوبنا الخاص. إذا هذه القولة ما هي أطروحتها؟ مقترح أطروحة طبعا بهذا الصدد يرى صاحب القولة أن حرية الشخص مستحيلة. علاش مستحيلة؟ لأنك قلنا لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبدا، إذا هي حرية مستحيلة حسب منطوق القولة. ننتقل الآن إلى شرح الأطروحة بأسلوبنا الخاص طبعا. إذا هذه الأطروحة شنو غنديروا لها؟ بلغة الرياضيات غنديروا لها عملية النشر، غنوسعوا هذه الأطروحة هذه، غنستخرجوا الأفكار الأساسية في هذه الأطروحة لكن بأسلوبنا الخاص. الفكرة الأولى إلا لاحظتوا معايا شنو هي؟ صاحب القولة ينفي بشكل قاطع وواضح وجود شخص حر، سواء في الحاضر الآن أو في المستقبل. علاش؟ قلنا لا يوجد ولا يمكن أن يوجد. إذا صاحب القولة كيعتبر بأن حرية الشخص غير ممكنة سواء الآن أو في المستقبل. هنا يمكن أن نسائل صاحب القولة كيفاش أن حرية الشخص مستحيلة؟ وعلاش حرية الشخص مستحيلة؟ لنتابع. فهذه القولة ماذا نجد؟ نسجل إقرار باستحالة وجود شخص حر. صاحب القولة يقر باستحالة وجود شخص حر. لماذا؟ لأن هذا الأمر يرجع بالأساس إلى تعدد الضرورات، تعدد الحتميات، تعدد الإكراهات التي يمكن أن يخضع لها الشخص داخل إطار الوضع البشري. طبعاً مجمل هذه الضرورات يمكن أو هذه الضرورات يمكن أن نجملها في ثلاث ضرورات أساسية. هناك ضرورات كثيرة جداً، لكن نحن سنقتصر هنا على ثلاث ضرورات أساسية. الضرورة الأولى هي الضرورة البيولوجية. الضرورة البيولوجية يمثلها الهو. الهو يحيل على الليبيدو. شنو الليبيدو؟ أي الطاقة المحركة لغرائز الحياة، الطاقة المحركة. هذا الليبيدو يقوم على مبدأ اللذة،
بحال شي دري صغير، فيما شاف اللذة هو تبعه، فيما شاف الألم كيهرم منه. شعاره أينما وجدت اللذة فأنا هناك. طبعا هل هو يمثل الرغبات والغرائز التي لم تشبع لسبب ما؟ كيكون عندنا مجموعة من الرغبات منذ الطفولة، وهذه الرغبات لا تشبع لسبب ما، قد يكون سبب مالي اقتصادي، يقدر يكون سبب ثقافي، يقدر يكون سبب صحي، هذه الرغبات لم تشبع. إذا شنو هو الحل؟ الآليات النفسية تقوم بكبت هذه الرغبات في منطقة غنية من حياتنا النفسية يطلق عليها اللاشعور. طبعا إذا هذا الهو يجسد لنا ضرورة بيولوجية، إذا هذه الضرورة الأولى التي تجعل الإنسان غير حر. الضرورة الثانية هي الضرورة الاجتماعية، تتمثل في الضغوط الواقعية، إكراهات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإلى، إذا هذا يعكس الضرورة الاجتماعية باعتبار سلطة المجتمع بمؤسساته المختلفة تجعل الشخص مكبلا، هو يعتقد أنه يفعل، لكن الذي يفعل في حقيقة الأمر هو المجتمع الذي يتواجد بداخله. الضرورة الثالثة والأخيرة التي ركزنا عليها هي الضرورة الأخلاقية التي يمثلها الأنا الأعلى. الأنا الأعلى يمثل لنا هنا إكراهات وضغوط الجانب الأخلاقي بما يمثله من قيم مثل الأخلاقية. فين كيتعلم؟ انطلاقا من التنشئة الاجتماعية، انطلاقا من انتماء المجتمع معين، فأنا أتشرب قيم هذا المجتمع، وبالتالي هذه الضرورة الأخلاقية تؤسس لمنطق الرقابة. كيولي عندك ضمير كتراقب راسك براسك، لا كتصبح ناعس وكتقول مع راسك لا خصني نجمع راسي خصني نقرا، لا بزاف والبكالوريا ما قالها والو، راه عندي هذا الزهر زادونا هذا الشهر ولا زادونا كذا الى غير ذلك، ولكن خصني نجمع راسي. بمعنى كيولي واحد الراقب داخلي، ما كنتظرش العالم الخارجي، يجي الوالده والوالده نقرا وجمع راسك، كتولي انت كتراقب راسك براسك. اذا كيولي عندك رقابه اخلاقيه، انت اللي كتولي عندك ضمير داخلي، فلا تنتظر ان يراقبك احد من الخارج. اذا ماذا نستنتج من خلال هذه الضرورات الثلاث؟ هذه الضرورات تجعل حريه الشخص مستحيلة، هذه الضرورات تجعل حرية الشخص مستحيلة. هنا غنتقلوا للبنية الحجاجية. الحجاج طبعا هنا ليس الحجاج معتمد، هو حجاج مفترض. غنعطيو مجموعة من الأمثلة التي توضح لنا أن الشخص هنا غير حر. ما معنى هنا الشخص غير حر؟ بمعنى هنا ممكن نعطيو بعض الأمثلة من الواقع، فالشخص يعتقد أنه حر في إرادته واختياراته، لكنه في الواقع جاهل بالأسباب. نعطيه مثال، صبي رضيع وكيعتقد أنه يرغب في الحلم بحريته، ولكن الأمر ليس كذلك. الأمر نفسه بالنسبة للشاب الحانق، شي واحد بغي ينتقم، هو كيعتقد بأن راه هو اللي بغي ينتقم، عارف هو يجهل الأسباب الحقيقية، يجهل العلة الحقيقية التي تدفع إلى الانتقام. الجبان الذي يلوذ بالفرار، فهؤلاء يعتقدون أنهم أحرار، لكن في الحقيقة أن هناك دوافع أخرى، هناك دوافع أخرى هي التي جعلتهم يقومون بذلك، لتصبح الحرية مجرد وهم من خلال الشواهد. إذا هنا أنا أعطيت أمثلة من الواقع لكي أدافع عن الأطروحة. إذا الحجاج هنا ما استخرجتوش من القولة، أنا جبت الحجاج من عندي. إذا أنت أيها التلميذ الحجاج خصك تجيبه من عندك باش تدافع على واحد الفكرة. إذا ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي مرحلة المناقشة، والمناسبة عليها خمسة نقاط. مرحلة المناقشة كما بينا في المنهجية النظرية فيها خطوتين، هالشيء سبقنا اشتغلنا عليه. ننتقل مباشرة إلى الخطوة الأولى في مرحلة المناقشة، هي قيمة الأطروحة، والخطوة الثانية هي حدود الأطروحة. إذا هي اللي كتسميوها أنتم الإيجابيات والسلبيات. إذا عندنا الحدود، عندنا القيمة، وعندنا الحدود. في نظركم قيمة هذه الأطروحة فين كتجلى القيمة ديال هذه الأطروحة؟ إلا تأملوا معي مزيان، لا يوجد شخص حر ولا يمكن أن يوجد أبدا. إلى ماذا تثير انتباهنا هذه القولة؟ إلى ماذا تنبهنا هذه القولة؟ هذه القولة يبدو أنها تثير انتباهنا إلى الضرورة الداخلية والخارجية التي تحكم الشخص، تثير انتباهنا إلى الضرورة الداخلية، بمعنى أن الشخص تحكمه ضرورات. إذا لكي نقدر الظروف بعض المرات، نقدر الظروف ببعضياتنا. راه الشخص في بعض المرات لا حول ولا قوه له، كاين ظروف اقوى منه. لذلك هذه الاطروحه المتضمنه في هذه القوله تثير انتباهنا ان الانسان في كثير من الاحيان لا حول له ولا قوه، فهناك ظروف اقوى منه، هناك ضرورات سواء كانت داخليه او خارجيه. بمعنى ان الشخص هنا مجرد ضحيه،
ضحية لتحديدات، لحتميات، سواء كانت لا شعورية ولا غير ذلك. وبالتالي في نهاية المطاف هذا الشخص ليس إلا المتحدث باسم الدوافع التي تخترقه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أيضاً الإقرار بكون الشخص نتاج لماضي طفولي. إذن أنا الآن أمامك حسب منطق هذه القولة، أنا مجرد نتيجة لعوامل سابقة. إذن شخصيتي تحددت في الماضي الطفولي، إذا كنت الآن خجول أو لا كذا أو إلى غير ذلك، فالمشكل ليس الآن ولكن في التربية والتنشئة الاجتماعية في 7 سنوات الأولى غالباً من حياتي الطفولية. أيضاً هذه الأطروحات تثير انتباهنا إلى أن البنية الاجتماعية، الأوضاع الاقتصادية، الوضعية الاقتصادية، الوضعية الاجتماعية والوضعية السياسية هي المحددة لوضعيتي أنا داخل الوضع البشري. ما معنى هذا الكلام؟ معناه في نهاية المطاف أن هذه الأطروحة تؤكد لنا على أن الشخص كائن طبيعي خاضع لضرورات شأنه شأن باقي أشياء العالم. وهنا سوف نطرح سؤال، فهل لا زال للسؤال من أنا بعد من قيمة؟ واش ما زال ممكن طرح شكون أنا الآن؟ أو سأقول واش اللي أعطى الله أنا مجرد ضحية لعوامل سابقة؟ هنا غنتقلوا للحدود، الحدود غنبينوا بأن هذه الأطروحة لم تتناول الموضوع إلا في زاوية وأغفلت زوايا أخرى. إذن هنا سوف نحدد الحدود على شكل تساؤلات، لكن إذا كان الشخص غير حر أفلا يفقد هذا معنى المسؤولية والاختيار والإرادة؟ إذن ما بقت مسؤولية. إذن أي واحد دار شي حاجة لا حول له ولا قوة، إذن كاين ظروف قاهرة وكاين كذا وكاين وكاين، إذن ستجد المجرم يتضرع بالظروف، ستجد اللصي يتضرع بالظروف، ما لقيت ما ناكل، ما لقيت كذا، المدمن سيتضرع بالظروف إلى غير ذلك. ثانياً، هل يبقى ثمة ما يبرر نسبة فعل إلى الشخص إذا كان لا يملك حرية الإقدام على الفعل وحرية الإحجام عنه؟ إذن واش غيبقى عندنا شي عداله والقضاء وكذا والى اذا كل متهم سيقول لك انا لست مسؤولا عن افعالي لان كاينه الظروف هي التي دفعتني. ثالثا، ثم اليس في الخضوع للمجتمع تعبير عن استعباد الانسان، كولي انسان مجرد رقم، كولي انسان خاضع لمنطق الاغلبيه، لمنطق الاكثريه؟ اذا اين هنا هو التميز؟ اين هنا هو التفرد؟ اين هي هنا البصمه، بصمتك انت ايها الانسان؟ وعليه إذا كانت هذه الأطروحة تعتبر العنصر الإنساني أي الشخص موضوعاً سلبياً، فماذا تبقى للكائن الإنساني الذي جرد من قدرته على الاختيار والتقرير ثم التنفيذ؟ ماذا تبقى للكائن الإنساني؟ إذن هذا سيدفعنا للبحث عن أو لفتح إمكانات أخرى للتفكير في الموضوع الذي تثيره القولة. لكن قلنا هنا ليس استعراض المواقف، هنا سنناقش من زاوية أخرى بمعنى الشق الثاني في المفارقة سوف نشتغل عليه هنا. طبعاً لحظة التجاوز ستكون مع الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر. سارتر أول شيء يرفض رفض قاطع الفكرة القائلة بأن الإنسان فقير الحرية، إذن هنا يرد على أصحاب العلوم الإنسانية. أما كاينش، إذا قلنا بأن الإنسان فقير الحرية معنى هذا أنه حيوان، شنو الفرق بينه وبين الحيوان؟ إلا قلت أنا ما عنديش حرية. دليل على ذلك ما يقوله جون بول سارتر، إن هناك على الأقل كائناً يسبق الوجود لديه الماهية، وأن هذا الكائن هو الإنسان. ما معنى هذا القول؟ ما معنى أن كائن يسبق الوجود لديه الماهية؟ هنا خصنا نفرقوا بين الماهية والهوية، راهي ليست نفس الأمر. الماهية توجد عند الجميع، عند الإنسان والحيوان، في حين أن الهوية خاصة بالإنسان، بمعنى أن الإنسان يوجد أولاً ثم يتحدد فيما بعد. ما يمكنش نحد الإنسان بكيفية مسبقة، تكون أولاً، توجد أولاً ثم تتحدد فيما بعد، إذ ليس هناك خاصية إنسانية أو طبيعة مفروضة على الإنسان. علاش؟ لأن جون بول سارتر يعتبر بأن الإنسان هو الذي يصنع نفسه بنفسه. جون بول سارتر كيقول لك البطل هو الذي يجعل من نفسه بطل، الجبان هو الذي يجعل من نفسه جبان. البطل أيضا قد لا يدوم على بطولته، البطل قد يصبح جبانا والجبان قد يصبح بطلا، بمعنى المجتهد لا يولد مجتهدا والمتكاسل لا يولد متكاسلا. شحال من واحد كان مجتهد وما بقاش مجتهد، وشحال من واحد كان متكاسل وأصبح مجتهد. بمعنى بالنسبة لجون بول سارتر ليس هناك طبيعة مفروضة على الإنسان، الإنسان هو الذي يصنع نفسه بنفسه. طبعا قد نعترض على سارتر هنا،
ربما الآن أسمع أحدكم ربما ولو مع نفسه يقول لو أنا ما اخترتش والدي، أنا ما اخترتش الظروف اللي عايش فيها، أنا ما اخترتش المنزل اللي ساكن فيها، أنا ما اخترتش اللغة اللي تعلمتها، هادشي كامل ما اخترتوش، وتقول لي أنني حر. نعم، نحن لم نختار هذه الأمور، لكن نختار كيفية التعامل مع هذه الظروف. نعم، نختار كيفية الخروج من هذه الوضعية بشرط توفر الإرادة. إذن نحن الذين نختار كيفية التعامل مع هذا الواقع، ونختار ما ستكون عليه شخصيتنا في المستقبل. أنا اللي كنحدد ما سأكون عليه في المستقبل. من هنا يرفض سارتر أن يكون الإنسان نتاج، أن يكون الإنسان مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول من أجله، عوض أن يكون فاعل. الإنسان بالنسبة لجان بول سارتر هو فاعل في مصيره. علاش؟ لأن الإنسان عبارة عن مشروع، وهذا المشروع يعاش بكيفية ذاتية. أنت أيها التلميذ مشروع، مشروع، وهذا المشروع يعاش بكيفية ذاتية، ويتحدد من خلال ثلاث محددات أو ثلاث دعامات أساسية. الدعمة الأولى امتلاك تصور حول الحياة. شنو بغي تدير؟ أنت غادي تشد البكالوريا، ومن بعد البكالوريا واش كتفكر شنو بغي دير ولا والو، أو لا غير باغي البكالوريا، ومن بعد إذا ما تنوي فعله بعد البكالوريا؟ إذا خصك تصور حول الحياة، أنا غنشد البكالوريا مونسيون كذا، ومن بعد البكالوريا غندير، ومن بعد إلى غير ذلك. ثانيا، ها أنت درت تصور ودرت الرؤية ودرت كذا، أن تمتلك الإرادة لتحقيق ما تطمح إليه. وهنا أنت تحتاج إلى اتخاذ القرار، القرار الذي ينقصنا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، الذي ينقصنا هو القرار، اتخذوا القرار. شحال من واحد مازال كيأجل، غدا غندا بريباراسيون السيمانة الجاية، الشهر الجاي، تا الليل، تا الصباح، دابا رمضان، تا الليل، تا نفطر المغرب ونبدا، كنفطر داك المغرب ودابا عييت، عارف شنو، تا الفجر وفي النعاس، في الصباح ودابا عيان كذا إلى غير، وفوقاش إذا القرار، أن تتخذ القرار. ثالثا، الرهان على المستقبل. لما تبقى عليا على الماضي، وانا الجهوي ما جيش فيه نقطه مزيانه، وانا الطفوله ديالي دازت مؤلمه، وانا والديا، انسى علي هذاك الشيء. ركز معي على شيء واحد الان، الرهان على المستقبل. الرهان، ما ينبغي ان يكون. اما ذاك الشيء اللي فات مات كما يقال. اذا ركز معي على اللي جاي، ركز معي على الوطني الان، سمعي الجهوي، ركز معي على بعد البكالوريا ان شاء الله تعالى. اذا نشني النتيجه ديال هذا الشيء كامل. الشخص بالنسبة لسارتر حر في بناء ذاته، لكن حريته لا تلغي مسؤوليته. أنت حر ولكن مسؤول. وإذا كيفاش أنت قم الصباح أنت كتقول لي حر حر؟ أي حر ولكن مسؤول. مسؤول على ماذا؟ مسؤول على الاختيارات ديالك. اخترت اختيار سلبي، أنت اخترت ما تقراش مثلا، اخترت ما تراجعش، تحمل المسؤولية ديال الاختيار ديالك. أنت اخترت مثلا دير فعل إيجابي، تحمل. دائما سارتر كيقول لك تحمل المسؤولية في الإيجاب وفي السلب. ايضا تحمل المسؤوليه على مستوى القرارات. اذا عندنا الاختيار وعندنا القرار، وانت عندما تختار لا تختار لذاتك فقط، انت تختار ايضا حتى للمجتمع. انت خصك تكون قدوه للاخرين. اذا يمكن الخطوه طبعا الرابعه والاخيره هي مرحله التركيب، تتكون من نقطتين اساسيتين: استخلاص نتائج تحليل المناقشات، ثم امكانيه تقديم راي شخصي مبني من خلال ما سبق. هذه طبعا مقترح، هذه ليس نموذج نهائي، هذا فقط اعطيتكم مقترح، ممكن تشتغلوا بحال هذا المقترح. من خلال ما سبق يتضح ان المواقف قد تباينت بصدد هذه الاشكاليه، اشكاليه الحريه. فمنها من يعتبر حريه الشخص مجرد وهم. شكون هم هاد الناس؟ هاد الناس اقروا بوجود موانع للحريه، بحال من؟ بحال التحليل النفسي، الموقف السيسيولوجي، الموقف البيولوجي الى غير ذلك. على النقيض من ذلك، اعتبرت فلسفات أخرى أن الشخص حر، سواء مع ديكارت الذي يقول إن أعلى مراتب الكمال عند الإنسان هو أنه حر الاختيار، أو مع سارتر الذي اعتبر أن الشخص محكوم بالحرية، لكنه ربط هذه الحرية بالمسؤولية والمحاسبة، مما يعني أن الحرية ليست مطلقة، الحرية نسبية، لأنك أنت مسؤول عن أفعالك. فهل بهذا نكون قد أجبنا عن تساؤلات الشاعر اللبناني إلي أبو ماضي عندما قال: هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. الآن غنتقلوا للرأي الشخصي. هنا التلميذ خصو يبين المجهود ديالو. خصك أنت أيها التلميذ يعطي رأي شخصي. أنت مش مجرد غير سمع لهذا ولهذا، وأنت فين كاين؟ رأي شخصي. أعطيكم فقط غير عوارض، غير عناوين بارزة، وأنتم سوف
طبعاً تنتجون رأياً شخصياً خاصاً بكم. الإرادة أساسية لتجاوز موانع الحرية، خصنا الإرادة العنصر الأساسي. ثانياً خصنا نتربعوا على الحرية، التربية على الحرية منذ الصغر في الأسرة ديالنا وفي المجتمع، خصنا نتربعوا على الحرية. ثالثاً تعلم الشجاعة، وأول شجاعة في اعتقادي هي شجاعة مواجهة الذات، أن تواجه ذاتك وأيضاً أن تعرف حدود الحرية. رابعاً أن نتجنب النزعة الإرادوية، التهور. التهور مش هو الحرية. الميزو بين الإرادة والإرادوية، الميزو بين الشجاعة والتهور. وبالتالي فدفاع الفلاسفة باستمرار عن حرية الشخص هو تعبير بشكل معلن عن خوف. إذن الفلاسفة من كيدافعوا على حرية الشخص؟ واش غير ما القوم يديروا زعما وكيتكلموا ولا شنو؟ لا، راه كاين قلق، راه كاين قلق. وبالتالي فدفاع الفلاسفة باستمرار عن حرية الشخص هو تعبير بشكل معلن عن خوف، أو بالأحرى عن قلق فلسفي من احتمال فقدانها، أو على الأقل تقلص مساحات حضورها. ولذلك لنسأل من جرب حياة الحرية ثم منع من الحرية، هو اللي غيكون حس. وحنا في الثقافة المغربية كنقولوا ما حس بالمزود غير اللي مخبط به. ليبقى طبعا في نهاية المطاف الشخص متفردا متميزا. بماذا؟ متميزا بهوية. ما هي بصمتك في الحياة؟ متميزا بهوية، متميزا بقيمة، ومتميزا بحرية، لكي لا نردد، لكي لا نظل نردد مع أم كلثوم، لكي لا نظل نردد مع أم كلثوم: أعطني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيا، آه من قيدك أدمى معصمي، لم أبقيه وما أبقى علي. فهل بهذا نكون قد أجبنا عن السؤال، أم أن سؤال الحرية هو سؤال متجدد باستمرار؟ إذن هذه هي الخطوط العريضة لهذا النموذج التطبيقي. أتمنى أن تكون الاستفادة قد تحققت، هي فقط محاولة، وككل محاولة يعتريها النقص، وبإمكانها أن تحسن في مستقبل الأيام. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن لا تستسلموا، تذكروا أنكم قادرون على التميز، قادرون على التميز في الفلسفة. نعم، أنت قادرة على التميز في الفلسفة، أنت قادر على التميز في الفلسفة، كلنا قادرون على التميز في الفلسفة. أتمنى أن لا تنسوا بأنكم قادرون على التميز في الفلسفة. والسلام عليكم ورحمة الله.